أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش ومصادرة الهواتف المحمولة وإحالة الدعوة للمحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ. كان قد وصل صباح اليوم طه وشروق المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميا بطالبة العريش إلى مجمع محاكم الإسماعيلية، حيث نظرت اليوم محكمة جنايات شمال سيناء والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالبة العريش. ودخل طه الطالب المتهم إلى قفص قاعة المحاكمة بينما جلست الطالبة شروق المتهمة في القضية خارج القفص في انتظار بدء ثاني جلسات محاكمتهم. استمعت المحاكمة للمرافعة من محامي المتهمين بعد أن أصدرت المحكمة في 4 أبريل الماضي قرار بتأجيل جلسة محاكمة الطلاب المتهمين لدور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024، وذلك لطلب محامين الدفاع الحاضرين مع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة. كما طلب دفاع الطالبة المتهمة شروق أحمد خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكلته لإتمام الامتحانات الجامعية. كانت أمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها المحمول. وقالت النيابة العامة في بيان لها إن التحقيقات أثبتت إن المتوفاة اشترت حبوب غلة بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ 55 جنيه. وأضاف بيان النيابة العامة: استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية إن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلتها المتهمة الأولى الشروق بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها. وتابع البيان إن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها المتهم الثاني طه الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق واتساب. بان إن إحدى الطالبات دون الإشارة إليها تحديدا لها مراسلات وصور خاصة بها مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على الجروب، وصاحب ذلك طلبوا منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى شروق. تابعت وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جنائية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها جنحة، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهم وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها. استردت النيابة العامة في بيانها اطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم الجامعة الجامعية حتى توصلوا إلى إحدى محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكها بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت. وتحققت النيابة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل.